بعد تأجيلها لأسباب تنظيمية منذ شباط الماضي، تم تحديد موعد جديد لكلاسيكو الكرة العراقية ما بين الزوراء والقوة الجوية ضمن الدوري العراقي الممتاز. الفوضى التي عمت أرجاء الملعب ونزول الجماهير إلى المستطيل الأخضر إضافة إلى أسباب أخرى مثلت عائقاً أمام الانطلاق، فكيف ستتعامل إدارة الملعب مع المباراة يوم الأحد، خصوصاً مع جعلها مجانية دون وجود أي مبلغ لقطع التذاكر؟ ولمن ستكون الأولوية في الدخول إلى الملعب؟ تخوف كبير من تجدد الفوضى بعد هذا القرار، والذي من المفترض أن يكون مدروساً مع أخذ كافة التدابير والاحتياطات تحسباً لتدفق الجماهير بشكل كبير، وهو ما سيكرر ذات المشهد والذي ألغاها بسبب عدد الجماهير الهائل، مما سيحول دون إقامتها إن لم يكن التنظيم بالمستوى المطلوب. من بغداد للاعب 12 زيد السراج.